هل تعلم عزيزي متابع نيوتري كوتش ان في حاجه اسمها النيه والنيه المعاكسه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي اهو نويت انك تعدل في اللايف ستايل بتاعك وتعمل عادات صحيه جديده عشان تخس او حتى تحافظ على صحتك، ففي جواك حاجه بتقولك يعني خلاص كده مش هناكل ماكدونالدز وكنتاكي تاني، يعني هتحرم من الحلويات الكتير قوي دي. لو ركزت شويه في الكلام ده هتلاقيه بيعطلك، وتيجي تعمل دايت تلاقي ماما النهاردة عاملة بشاميل وورق عنب بقى وحلويات كتير. ليه؟ لان انت اللي جذبت ده لنفسك، انت من جواك خايف تسيب الكميات المهولة اللي انت بتاكل بيها، فبمنتهى السهولة تخليت عن الدايت، مع انك وانت في الدايت ممكن تاكل المكرونة البشاميل اللي الحاجة طبخاه عادي جدا. الفكرة كلها فين؟ الفكرة في تقنين الكميات وانك تعرف توزع وجباتك وسعراتك صح على مدار اليوم. انت بس عايز تتعلم يعني ايه انظم اكل، فلما تلاقي معرقلات كتير جوه رحلتك عيد تاني نيتك كويس، وين وين في نية صادقة بجد انك تتغير للافضل. كنت معاك في نيوتري كوتش وانا يا سيدي مهدية عبد المنعم.